انا دكتور محمد لطفي، استاذ امراض القلب كليه الطب جامعه اسكندريه. هو الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده هو قصور الشريان التاجي. طبعا بالنسبه لقصور الشريان التاجي في حالتين، في حاله مريض جاي بيشتكي من ذبحه صدريه مستقره، وكلمه ذبحه صدريه هي كلمه تعني وجود الم بالصدر نتيجه ضيق بالشريان التاجي. الالام بتاعه الذبحه الصدريه بيبقى الم موجود في الجهه الشمال من الصدر، ممكن الالم الموجود في الجهه الشمال من الصدر ده يبقى يسمع في الكتف او الذراع الايسر او الفك او الرقبه، وساعات ممكن يكون الالم موجود في مكان غير الصدر ويكون سببه ضيق بالشريان التاجي. هو ممكن يكون الالم موجود في مكان المعده، وبعض المرضى وحتى بعض الاطباء ممكن يفتكر ان هو الم نتيجه يعني حاجه مرض بالمعده، يعني مثلا التهاب بجدار المعده او كده، ويعني لا يشخص الحاله ولا يتنبه انها تكون حاله قصور بالشريان التاجي. طبعا في حاله وجود الم بالصدر في اي حد سنه يعني فوق ال 30 40 سنه، بالذات لو عنده عوامل خطوره زي ضغط او سكر او كوليسترول مرتفع او تاريخ مرضي في الاسره انه عندهم ضيق بالشريان التاجي في سنه صغير، لازم ان هو يتوجه على طول لمكان لعمل فحوصات طبيه لازمه، وهي بتكون اللي هي رسم القلب العادي او رسم القلب بالمجهود وموجات صوتيه على القلب لتشخيص الحاله على حسب نتائج التحاليل والاشعاعات والرسم القلب ورسم القلب مجهود والايكو، ونقدر نحدد اذا كان المريض محتاج يعمل خطوه اكتر ان هو يحتاج علاج دوائي فقط، او ان هو يحتاج يعمل تصوير للشرايين التاجيه. تصوير الشرايين التاجيه ده ممكن يتم بالاشعه المقطعيه او بالقسطره التشخيصيه لتحديد مكان الضيق وشده الضيق وتحديد خارطه الطريق بالنسبه للمريض، هل هو هيحتاج لعمل توسيع او تركيب دعامات او يحتاج لعمل جراحه توصيلات للشرايين التاجيه. فالرساله انا بوجهها لكم ان اي حد عنده الم بالصدر بالذات لو متكرر بيجي مع مجهود او بيجي مع انفعال، يجب عليه التوجه لدكتور امراض قلب لعمل الفحوصات الطبيه اللازمه وعدم اهمال هذه الشكوى. لان طبعا لو الواحد في الاول وبيشتكي من ضيق، العلاج يبقى سهل، علاج دوائي او قسطره او حاجه بسيطه، على عكس لو الواحد ساب الموضوع وحصل تجلط داخل ضيق يخش في غلطه في القلب بمشاكل ومضاعفات بجلوس في مستشفى اكتر بتوابع اكتر. في النهايه نتمنى الصحه للجميع، وربنا يديم الصحه والعافيه للجميع.